وكان حامد بن العباس الوزير قد وجد له كتبا، كتب للحلاج، فيها أنه إذا صام الإنسان وواصل 3 أيام، صام 3 يوم وما فطر بالمغرب، 3 يوم 72 ساعة ما فطر، وأخذ في اليوم الرابع ورقات هندباء تقريبا نوع من النبات فأفطر عليها أغناه عن صوم رمضان. كان عنده صيام ما حق المسلمين، صيام شنو؟ براو. تصوم 3 يوم واليوم الرابع تفطر على ورق الشجر ده، تاني ما في داعي صوم شنو؟ رمضان. عنده صلاة برضو براو، حق الحلاج براو، ما شفت البرع إلا عنده صلاة شنو؟ عنده صلاة 100 ركعة بيصلوها في 27 رجب في زريبة هناك، وبيصلوها بطريقة يمكن 100 ركعة في ربع ساعة، كو 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 بفوتوا. دي ما ربنا ما قال في القرآن، سموها حاجة كده، ولا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في السنة. الشغل ده كله النجر ده نجر الحلاج الزمان، صلاة براها، صيام براو، غيره دين براو، الصوفية كلام ده ما جابوه جديد، جابوه من شيوخهم. طيب نشوف صلاته كيف الحلاج. قال: وإذا صلى في ليلة واحدة ركعتين طول الليل، ركعتين لكن من بالليل لحد الصبح، أغنته عن الصلاة ما بقي. لو عشت تاني 60 سنة ما تصلي لله، الركعتين دي كفاية خلاص.